بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب. النهارده هنتكلم عن elements of nutrition. هي ايه ال elements of nutrition؟ ال elements of nutrition the nourishment is brought about by small unit scale nutrient presenting food. عبارة عن عناصر غذائية او وحدات صغيرة من الغذاء موجودة في الطعام او المغذيات بتاعتنا، بنسميها ايه؟ نيوترينت. هي النوترينت دي عبارة عن كيميكال سبستنس بريزنت ان فود، مواد كيميائية او مركبات كيميائية موجودة في التغذية بتاعتنا، ريسبونسبل فور نورشينج ذا بودي اند ار نوت برديوس باي ذا بودي، مسؤولة عن ايه؟ تغذية الجسم بتاعنا، وما يقدرش ومش موجودة في الجسم بتاعنا او ما يقدرش يصنعها، او لو حتى قدر يصنعها بتبقى ايه؟ بسمول اماونت، ما تبقاش تبقى غير كافية للجسم بتاعنا. ايه مكونات العناصر الغذائية بتاعتنا؟ المكونات بتاعتها عبارة عن كربوهيدرات، ليبيد، بروتين، فات، مينرال، ووتر. واحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت وقلنا التقسيمة بتاعتها according to chemical composition، عبارة عن كربوهيدرات، بروتين، فات، فيتامين، مينرال، ووتر. التقسيمة بتاعتنا according، التقسيمة التانية according to the amount needs for the body، احتياج الجسم من المغذيات دي. المغذيات دي بتنقسم لاتنين، الماكرونترينت والمايكرونترينت. الماكرونترينت دي اللي بنحتاجها بكميات كبيرة، وهي ايه؟ الكربوهيدرات والفات والبروتين. الميكرونترينت بنحتاج جسم بيحتاج منها كميات صغيرة، هي عبارة عن ايه؟ الفيتامين والمينرال. لكن الاثنين، بص، ماكرو اند مايكرونترينت ار ايكوالي اسينشال فور جود هيلث، الاثنين مهمين جدا للصحة، كل واحد على حسب الكمية اللي محتاجها الجسم منه. اتش نوترينت بلاي ا سيجنيفيكانت رول ان ذا بودي، كل واحدة منهم بتلعب دور ذو مغزى في الجسم او دور حيوي في الجسم. الماكرونترينت زي ما احنا قلنا بتشمل الكربوهيدرات، الليبيد، البروتين، ودي بريزنت ان لارج كوانتيتي ان فود زي ما احنا قلنا، اند ار اولسو ريكوايرد ان لارج اماونت باي ذا بودي، يعني احنا الجسم منها بيحتاج كميات كبيره منها ضروريه للغذاء بتاعته، وهي اصلا بتبقى موجوده كمان بكميات كبيره في الاطعمه. الانرجي كان بي درايفد فروم كربوهيدرات، نقدر ناخد من الكربوهيدرات والفات والبروتين يدينا كميه السعرات الحراريه او الطاقه اللي محتاجها الجسم. الكميات السعرات الحراريه دي بتقاس بالكيلو كالوريز او كيلو السعر الحراري. if there is a short supply of carbohydrate and fat in our body البروتين are utilized for energy، لو انا ما تناولتش كميه الكربوهيدرات والفات بكمية كافية لجسمي بيضطر الجسم ياخد السعرات او كمية الطاقة اللي هي عايزة او السعرات الحرارية اللي عايزة عن طريق ايه؟ البروتين. المايكرونترينت زي ما احنا قلنا فيها الفات وفيها المينرال، ودي موجودة بسمول كوانتيتد، يعني ايه كوانتيتد؟ كميات صغيرة in food and are essential for the body، ومهمة للجسم والجسم برضو عايزها بكميات صغيرة. If these micronutrients are not consumed in required amount it is result in deficient disease، اذا ما استهلكناهاش او اخدناها بكمية كافية بيحصل ايه؟ بينتج الامراض سوء التغذية. الكربوهيدرات اللي هو اول عنصر من عناصر الماكرونترينت are necessary for proper use of fat، يعني ضروري جدا لعشان استخدم الدهون اللي انا باخدها استخدام سليم في ايه؟ في الهضم وفي الامتصاص. if carbohydrate intake is low، اذا اخدنا كمية كربوهيدرات بكمية صغيرة larger than normal، اقل من المطلوب او اللي محتاجه الجسم بتاعنا، بيحصل ايه؟ الجسم هنا بيستدعي large normal amount of fat، بيستدعي كمية فات كبيرة.
ليه؟ ليه؟ عشان اوفر الطاقه، لان انا ما خدتش كميه الكربوهيدرات المناسبه، فالجسم بياخد من الدهون كميه كبيره، بيستدعي كميه كبيره بحيث ان هو ايه يكفي ما يعني يكفي احتياجه من الطاقه. The body is unable to handle this excessive breakdown of fat. بيحصل ايه بقى لما احنا خلاص قلنا خدنا، لو خدنا الفات خدنا كميه الطاقه بتاعتنا، بس المضاعفات او المشاكل اللي ممكن تحصل للجسم هتحصل نتيجه البريك داون اوف فات، هينتج عندي مواد او مخلفات هتضر للجسم نتيجه استدعاء الفات بكميه كبيره او استهلاكه بكميه كبيره، لان انا ما خدتش كميه الطاقه بتاعتي من الكربوهيدرات. ايه اللي هينتج؟ As a result of fat does not burn completely. الفات ده ما بيحصلش حرق ليه بالكامل، فبيبقى فيه مخلفات ليه. And abnormal amount of certain breakdown products accumulate in the body. المخلفات اللي حصلت نتيجة عدم الحرق الكامل للفات أو الدهون اللي أنا أخدتها بيحصل لها accumulation في الجسم. الاكيوميليشن او التراكم بتاعها في الجسم بيعمل لي ايه؟ كوزين كونديشن نو كيتوز، حاله تعرف بايه؟ باسم الكيتوز. عندي الكربوهيدرات عن مسؤول عن تنظيم ريجوليشن اوف بودي بروسيس، تنظيم العمليات الحيويه في الجسم. الاثنين هرمون اللي مسؤولين عن الميتابوليزم اوف كربوهيدرات الانسولين والجلايكوجين. الكربوهيدرات بيتكون من ايه او المكونات بتاعته عباره عن ايه؟ اورجانيك ار اورجانيك كومباوند اوف كربون هيدروجين اند اكسجين، بيتكون من مركبات عضويه بتتكون من الكربون والاكسجين والهيدروجين with later elements in ratio of 2 to 1. يعني ايه 2 to 1؟ يعني عندي الهيدروجين يبقى منه 12 ضعف الكربون وضعف الاكسجين. المعادلة بتاعته C6H12O6، يعني كل جزيء عندي من الهيدروجين من الكربون قصاده جزيء من الاكسجين قصادهم 2 جزيء من الهيدروجين. الكربوهيدرات are widely disturbed in balance، بنلاقيه بكميات كبيره في النباتات. الفود which contain carbohydrate are killed energy food، بنسمي عشان ناخد منه او بنعتمد عليه او يعتمد عليه في استهلاكنا للطاقه بنسميه killed energy food، اللي هو ايه؟ كيلد انرجي فود، اللي هو من الاطعمه اللي بتمدنا بالطاقه. الكلاسيفيكيشن اوف كربوهيدرات، الكربوهيدرات كلاسيفايد اكوردنج تو ذا نمبر اوف ساكرايد او الشوجر اللي موجوده فيه. بتقسم جروب، اول حاجه برودلي كلاسيفايد اللي هو سمبل كربوهيدرات وكومبلكس كربوهيدرات. السمبل كربوهيدرات اللي هو بيتكون من مونو ساكرايد او السنجل شوجر، والديسكارد اللي هو دبل شوجر اللي هو كومبلكس كربوهيدرات، وبيشمل الستارش والجلايكوجين والفايبر. الكالوريك فاليو او قيمة السعرات الحرارية، عند المين فانكشن اوف كربوهيدرات از بروفايد برايمري فول اوف ذا بودي، قلنا هو اساسي مصدر الطاقة في الجسم. To meet energy needs carbohydrate burn in the body at the rate of 4 calories per gram، بيتحرق في الجسم كل جرام بيدينا 4 سعرات حرارية. الكربوهيدرات are available energy that need not only for physical activity، مش بنحتاجه للبس للفيزيكال اكتيفيتي بتاعتنا، لكن مين تاني اللي بيحتاجه؟ الأجهزة الحيوية بتاعتنا بتاعت الجسم جوه اللي بتشتغل زي الريسبيريشن، زي السيركولاتري سيستم، زي الجي اي تي، كل ده بيحتاج ايه؟ بيحتاج سعرات حرارية. يبقى برضو هنا بنعتمد على، حتى لو الاكتيفيتي بتاعتنا قليلة بنحتاج كمية كربوهيدرات. بنحتاج كمية كربوهيدرات قد ايه؟
اتليست من كميات اللي بنستهلكها في الجسم اتليست 40% بناخدها من التوتال كالوريز بناخدها من الكربوهيدرات. الـ recommended daily allowance الكربوهيدرات الـ quantity required للأكتيفيتي بتاعتنا كات children أو adult 130 جرام، وإحنا قلنا إن الكربوهيدرات كل جرام بيديني 4 سعرات حرارية، فلما أضرب 130 في الأربع سعرات حرارية أو 130 في 4 هيديني 520 كالوريز. طيب ايه المصادر عندي اللي اقدر اخد منها الكربوهيدرات؟ اول حاجة عندي الشوجر او السكر موجود عندي في موجود في الهني، موجود في الفرويت، موجود في العسل والفواكه بوث فريش اند دراي، الفواكه سواء طازة او جافة، السوفت درينك المشروبات السائلة موجود في الملك، موجود في الشوجر، الستارش او النشويات موجودة عندي فين؟ السيريال الحبوب موجودة في المكرونة، الباستا، الفلور، الدقيق، البريد، الخبز موجودة عندي في البوتيتوس، موجودة في الروت فيجيتابلز، موجودة عندي في البلوسز اللي هي البقوليات. طيب السيلولوز اند دايتري فايبرز موجودين فين؟ الالياف الغذائيه او السليلوز والدايتري موجوده فين؟ اول سيريالز يعني اخد الحبه كامله، كل الحبوب كامله، اول ميل بريد الخبز اخده كامل بالرده بتاعته بكل محتوياته عشان يبقى فيه كميه فايبر او سليلوز. الاوتر سكين اوف فرويت القشره الخارجيه بتاعت الفواكه موجود فيها كميه فايبرز. الفيجيتابلز كلها اند براون رايس والرز البني ده كله غني بكميه الايه الفايبرز او السليلوز بالاضافه لايه للكربوهيدرات الاساسي بتاعنا، يعني يعتبر هو احسن مصدر من مصادر الكربوهيدرات. الفانكشن اوف كربوهيدرات ايه الفانكشن بتاعته اللي بيأديها عندي في الجسم؟ essential for the oxidation of fat مهم او ضروري لأكسدة الدهون، ضروري يعني ما ينفعش اكسد الدهون من غير ما يكون في كمية كربوهيدرات، يبقى essential for the oxidation of fat. provide the carbon skeletal for synthesis of some non essential amino acids بيوفر لي الهيكل الكربوني لتخليق بعض الاحماض الامينية، يعني ضروري برضو لتخليق الاحماض الامينية. spare protein for body building function البروتينات الاحتياطية المهمة لوظيفة الجسم ومسؤول عن تخزينها. dietary fiber increase the bulk in stool and help in defecation الفايبر اللي بتحصل عليها من الكربوهيدرات ضرورية بتديني كمية بتدي حجم للسطول كبير وبتساعد في عملية الإخراج اليومي أو تنظيم الإخراج بتاعي، يعني بتمنع الكونستيبيشن. are present in some tissue بتبقى موجودة في بعض مكونات الأنسجة بتاعت الجسم. added flavor to the diet يعني ايه؟ يعني بتديني طعم مستساغ، طعم حلو للاكل بيشجعني ان انا اكل. provide a major part of energy requirement of the body بتديني الكم الكبير للطاقة او توفر لي الجزء الكبير اللي انا محتاجاه من الطاقة لجسمي. the derived service as precious such as nucleus acid nerve and connective tissue بتعمل مشتقاتها كسلائف او بدائل للاحماض النووية والاجهزة العصبية والنسيج الضام. necessary for proper function of the central nervous system ضرورية او مهمة لمين؟ لعمل النيرفس سيستم او الجهاز العصبي. adequate hepatic glycogen storage in high norm enhance normal liver ability
كمية الجلايكوجين اديكوت هيباتيك جلايكوجين، كمية التخزين الكافي للجلايكوجين في الكبد بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي انهانس تعزيز لقدرة الكبد الطبيعية، يعني بيخلي لي الكبد يشتغل بطريقة نورمال، يعني محتاجة كمية منه كبيرة. عندي هنا نقص الكربوهيدرات دي هيؤدي ايه؟ يؤدي للكيتون بودي فورميشن which occur due to oxidation oxidation of fat. النقص بتاعه هيؤدي معايا لتخليق او تكوين الكيتونات اللي هي بتحصل نتيجة ايه؟ احنا قلنا يحصل حرق للفات عشان اخد كمية الطاقة منه، فهيحصل عندي هنا ترسيب كمية كيتونات عالية في الجسم. طب السيمتومز بتاعت او الساين او العلامات او الاعراض اللي بتنتج نتيجة نقص الكربوهيدرات، هايبوجلايسيميا، كلنا عارفين هايبوجلايسيميا يعني ايه؟ يعني نقص السكر في الدم. فنلاقي ممكن الشخص يحصل له ايه؟ يحصل له اغماء نتيجة نقص السكر في الدم، او يبقى دروزي او تعبان مش قادر يعمل حاجة نتيجة الهايبوجلايسيميا. الكونفيوجن بيحصل ارتباك او كونفيوجن او تشويش او تشوش نتيجة نقص السكر. تريمور بيحصل رعشة او تهزة، بيبقى فيه فتيج تعب ديليريوم هذيان، ممكن يقول كلام هو مش داري بيه. ماسل اتروفي او لوس اوف ماسل تيشو، بيحصل ضعف في عضلات الجسم وبتبقى هزلان، مش ضعيفة بس ده تبقى هزيلة كمان، الواحد مش قادر يرفع حاجة نتيجة نقص الأكسجين. حد كفيكم كده ممكن يتخيل إن هو كان اتعرض لنقص الكمية الكربوهيدرات أو مفطرش الصبح وقعد فترة طويلة، ممكن أي عرض من الأعراض دي بيظهر عنده. excessive consumption أو زيادة أو الإفراط من تناول الكربوهيدرات. excessive consumption especially ريمفينت كربوهيدرات اند ادد شوجر كان ليد تو نيجاتيف هيلث افكت، خصوصا الكربوهيدرات المكرره او السكريات المضافه، يعني الحاجات اللي بنضيفها من بره مش موجوده مثلا في المغذيات بتاعتنا او مش موجوده في الاطعمه اللي احنا بناكلها سواء فاكهه او خضار، بتبقى فيها كميات سكر طبيعيه منها فيها، لكن احنا بنضيف من بره، دي هتعمل ايه؟ ينتج عندي تايب 2 دايابيتس، وده عبارة النوع الثاني او الداء السكري الثاني، وده disorder involving high blood sugar level، بيبقى مستوى السكر عالي، بينتج عندي heart disease امراض القلب بجميع انواعها، ممكن يدهاني نتيجة ايه؟ الافراط او تناول كميات كربوهيدرات بكميات زايدة عن احتياج جسمي. بينتج عندي الدينتال كاريز او تسوس الاسنان بيعمل نتيجة تناول كمية الكربوهيدرات عالية أو كميات السكريات المضافة. السكر بينتج كافيتي formed by destruction of hard tissue، نتيجة تكسير في الهارد تيشو الأجزاء الجافة بتاعت الأسنان. بيحصل إن لما بيتساب السكر على الأسنان، خدنا كمية سكر كبيرة وسيبنا ما غسلناش سناننا، هيحصل إيه؟ السكريات دي هيفضل مكانها، هتنمو عليه البكتيريا او فيحصل ميتابوليزيشن الكربوهيدرات. بيحصل ايه هنا؟ بتسيب لي احماض مكانها اسيدز، الاسيد ده سلولي ديستروينج ذا هارد انيمال، بيعمل لي ديسترويد او تكسير في الجزء الهارد في الـ في الـ في المينا بتاعه الاسنان، فاللي هي بتغطي الاسنان، فبيحصل underlying destruction of teeth، بينتج تحتيه تجاويف اللي احنا بنسميها تسوس الاسنان نتيجة تناول كميات كربوهيدرات او السكر الغير صحي او المضاف للاطعمة بتاعتنا من غير ما ننظف اسناننا بعد كده. بينتج عندي حاجة كمان اللي هي الاوبيزيتي، كلنا بنعاني منها وناس كتير عارفين بتعاني منها وواضحة على الناس كلها نتيجة تناول كميات كربوهيدرات كبيرة. الكربوهيدرات are very filling and slow down digestion، الكميات الكربوهيدرات بتبقى بتعمل ايه؟ بتملالي المعدة فبتبطئ لي عملية الهضم،
بيحصل بطء في عملية الهضم، بيخلي الإنسان بيشعر بإيه؟ بيشعر بالرضا عن تناول كميات من الطعام، غير لما ناكل حاجة تانية بتحس إن إحنا ما بنشبعش. This carbohydrate cause rapid rise of blood sugar، بتعمل إيه؟ على زيادة سرعة إيه؟ السكر في الدم. بتعمل استيمولات لمين؟ لريليز اوف انسولين. بتعمل لي لما بتزيد كميه السكر في الدم بيعمل لي على زياده افراز كميه الانسولين. الانسولين بيعمل لي على تخزين او يعمل على تخزين كميه الدهون عن طريق نقل الجلوكوز الزائد من الدم الى الخلايا الدهنيه، فيروح عامل ترسبات. يعني لما اخد كميه كربوهيدرات كبيره، الكمية الكربوهيدرات دي بتعمل لي على زيادة سكر الدم، فبالتالي بيزود لي كمية الأنسولين. الأنسولين هياخد كمية السكريات اللي زايدة عن الدم ويوديها لي للدهون، خلايا الدهنية، فهتتخزن فهتنتج عندي الأوبيزيتي. نمرة اتنين عندي في الماكرونترينت اللي هي البروتين. هو ايه البروتين بقى؟ البروتين ار ميد اوف امينو اسيد لينكد توجذر تو بيبتايد بونز، عباره عن مجموعه من الاحماض الامينيه مرتبطه بعديها بروابط البيبتايد. الامينو اسيد كان ديفايدد انتو اسينشال امينو اسيد ان اسينشال امينو اسيد، انقسم لاثنين، الاحماض الامينيه الضروريه والاحماض الامينيه غير ضروريه، بس برضو بنحتاجها للجسم. 1 جرام اوف بروتين جيف 1 كالوري اوف انرجي، كل جرام من البروتين بيديني 4 جرام زيه زي الكربوهيدرات من الطاقه. البروتين اسينشال، مهم لايه بقى؟ للبودي بيلدينج، لبناء الجسم، اند هولد سيرتن بوزيشن ان ذا فانكشن اوف اول ليفنج ماتر، ومهم لبعض الوظائف او لاغلب الوظائف المركزيه في الجسم. There are major component of bone، مكون اساسي للعظام، للسكن، للهير والمصر. بيتكون من 2 composition of protein، 22 amino acids، منهم 8 essential amino acids. Remaining amino acids is classified as non-essential or dispense because cell can make them as needed through the process of transformation. لكن الاسينشال امينو اسيد ما بنقدرش نصنعها، اللي هي الغير اساسيه ممكن، اللي هي نون اسينشال ممكن الاستغناء عنها، لان خلايا الجسم ممكن تنتجها بكميات صغيره. الاحماض الامينيه لازم تكون متاحه للجسم لصنع البروتين. امينو اسيد must available for body to make protein، لازم الاحماض الامينيه تبقى موجوده في الجسم عشان يقدر يصنع البروتين بتاعه. الفانكشن اوف بروتين او الوظائف بتاعته، helpful for the clotting of blood، بيساعد على تخثر او تجلط الدم. البروتين يعني الشخص اللي عنده نقص بروتين ممكن نلاقي عنده سيوله في الدم. البروتين بلاي a variety of vital roles in living process، بيلعب دور مهم او دور حيوي في العمليات الحيه في الجسم، في التنفس، في الهضم، في الوقايه من الامراض. بروفايد انرجي اف نيسيسري، لو انا جسمي ما خدتش كميه فات او كميه كربوهيدرات كافيه، هو ممكن يديني كميه سعرات حراريه، او الجسم يلجا له عن طريق ان هو بيعمل بياخد كميه السعرات الحراريه من البروتين المتخزن في المصل بتاعته. هيلب بروديوس انتي بودي، بيديني قلنا كمية طاقة، بيساعد على انتاج الاجسام المضادة في الجسم. هيلب بروديوس انتي بودي، هيلب ان ذا ستورج اوف ايرن اند كوب، يساعد على تخزين الحديد والنحاس في الدم. هيلب ترانسبورت هيموجلوبين، بيساعد في نقل الهيموجلوبين عن طريق الدم. بروتين is essential for building and maintaining body tissue، بيساعد عندي على بناء الجسم، أنسجة الجسم، بيساعد في عملية الريبير، الإصلاح والالتئام. في حالات إيه؟ لما يكون في إنجري، في إصابة،
او انفكشن او عدوى او جراحه سيرجري او انس في حاله الامراض، هو اللي بيساعد ان جسمي يتغلب على الحاجات دي، يساعد في الالتئام، يساعد في ان انا اقاوم الانفكشن واخف، بيساعد في التئام العمليات الجراحيه، بيساعد يقويني على لو انا اصبت باي ديزيز، بيعمل على تقويه المناعه بتاعتي ويساعدني. برودكشن اند مينتين اوف ستراكشر بروتين، بيساعد على انتاج مش يعني الحفاظ على الاستراكشر او تركيب او تكوين البروتين في الجسم. برودكشن اوف ترانسبورت بروتين اند لايبو بروتين، بيساعد برضو على انتاج ناقلات البروتين في الجسم، الامينو اسيد اللي بتساعدني في نقل البروتين. مينتنس اوف بروبر فلويد بالانس، بيساعد على المحافظه على مستوى السوائل. مينتنس اوف بروبر اسيد بيز بالانس، بيحافظ على برضو المساعده في الحفاظ على توازن الحماض الحمضي والقاعدي، يعني ما يخليش الجسم لا هو حمضي ولا قاعدي، بيساعد على عمليه التوازن بين الاسيد والبيز بالانس الحامضي والقاعدي في الجسم. ايه هي مصادر البروتين؟ مصادر البروتين عندي كومبليت بروتين وانكومبليت بروتين. الكومبليت بروتين اللي هو ايه؟ اللي هو الانيمال بروتين، كومبليت كامل اللي هو الانيمال بروتين او البروتين الحيواني. البروتين الحيواني هو اهم مصدر مصادر البروتين لانه كومبليت، زي الميت البوليتري اللي هي الدواجن، الفيش، الايج، الميلك، التشيس، الكرود اللي هو اللبن الرايب، الصويا بينز، فول الصويا، ودي المصدر الوحيد النباتي اللي هو كامل، الصويا بينز او الصويا بروتين، وبنقول عليه هنا لانه حاطينه هنا، هو نباتي بس حاطينه هنا لان هو المصدر الوحيد الكامل اللي فيه الاسينشال امينو اسيد الضروريين، الثمانيه اسينشال امينو اسيد كومبليت، يعني فيه الاسينشال امينو اسيد الايت اسينشال امينو اسيد اللي هم ضروريين للجسم، وقلنا الجسم ما بيعرفش يصنعهم، موجودين في الكومبليت بروتين. طب هنيجي للانكومبليت بروتين اللي هو البلانت بروتين، زي السيريال، الحبوب، الدراي بينز، الدراي اللي هي الحبوب والفاصوليا الجافه، النطس، المكسرات، الاويل سيدز والبيز اند بينات، كل دي تعتبر مصادر البروتين بس ايه؟ انكمبليت، يعني لازم اتناول حاجه معاها عشان اكمل كميه البروتين اللي انا محتاجاها اللي فيها الايت اسينشال امينو اسيد. This because protein from vegetable source don't not contain all essential amino acids. كل مصادر البروتين من البلانت ما فيهاش الاسينشال امينو اسيد الضروريين للجسم اكسبت او ما عدا الصويا بروتين، هو اللي يعتبر كومبليت بروتين. في ملحوظه عندي هنا وانا قلتها قبل كده، اني انا هنا when the body doesn't not get enough carbohydrate or fat to meet this energy needs البروتين are broken down to supply these calories. لما انا ما اخدش كميه السعرات الحراريه من الكربوهيدرات والفات اللي محتاجاها جسمي، الجسم بيضطر يعمل ايه؟ تكسير للبروتين وياخده من الجسم، ياخد كميه السعرات اللي محتاجها نتيجه تكسير البروتين. تكسير البروتين هينتج عنده ايه؟ وين بروتين ار يوزد فور انرجي، لما استخدمه للطاقه، زي ار نوت افيلابل فور اذر فايتال فانكشن، مش هيبقى موجود عندي البروتين او هيتوفر للفايتال فانكشن اللي احنا قلنا العمليات الحيويه كلها اللي موجوده في الجسم اللي محتاجها البروتين. الريكومندد دايتري الاونس فور بروتين، ايه الكميات اللي احنا محتاجينها اليوميه لجسمنا؟ عندنا مجموعات، المجموعه الجروب المن الرجاله بيحتاج 60 جرام بردي، الومن دول الطبيعيين النورمال اللي هم لا كبار في السن ولا هم صغيرين ولا لاكتيتنج ولا الكلام ده كله، الادلت الومن بتحتاج 50 جرام بردي، البريجننت وومن بتحتاج 50 زائد 15، يعني اللي بتحتاجها السيده النورمال بالاضافه ل 15 بنضيفها لها اثناء الحمل. طب اللاكتيتنج ماذر بتاخد 50 اللي هي بتحتاجها وبتاخد 75، يعني هنا بقت
بتاخد 25، يبقى بقيت 75. طيب الانفانسي، الانفانسي بيحتاج 2 جرام بير دي. التشيلدرن، التشيلدرن بيحتاج 30 جرام بير دي. البويز، الادلت بويز بيحتاج 70 جرام، عشان هنا هم في مرحلة الجروس فمحتاجين البروتين. الجيرل بتحتاج 65 جرام بير دي. الحالات اللي احنا بنحتاج فيها نزود كمية البروتين، عندي البير، السبسز، الميجر تروما. في حالات الحروق، في حالات السبسز او العدوى او الانفكشن اللي موجودة في الجسم او في ابسز او الكلام ده كله، الميجر تروما، الصدمات او الحوادث الكبيرة، بنحتاج كمية بروتين. البروتين انرجي مال نوتريشن، امراض سوء التغذية نتيجة نقص البروتين. الميجور سيرجري اند بروتينيات دايليسيس، الناس اللي بتعمل عمليات كبيرة او العمليات الجراحية عموما، البروتين دايليسيس، البروتينيات دايليسيس، او الناس اللي بتعمل غسيل بروتيني للكلى، المالتيبل فراكشر، الناس اللي عندها اكتر من كسر او الكسور عموما، المال ابزوربشن سيندروم، الناس اللي عندها سوء الهضم او سوء الامتصاص، بتحتاج للبروتين، بتحتاج كميات اكبر عشان يقدر الجسم كل ما اديله كميه اكبر كل ما هيمتص جزء لحد ما يعادل الجزء اللي هو محتاجه. مال ابزوربشن سيندروم اللي هي قلنا عندهم سوء الامتصاص للبروتينات، او حالات الكانسر برضو محتاجين كميه بروتينات عاليه. اسباب سوء التغذيه، الكوزس اوف مال نوتريشن بروبلم ان ديفلوبينج كانتري، في الاقطار الناميه. ايه الاسباب بتاعتنا؟ اول سبب بيبقى دياريه، وده از ذا ميجر فاكتور ذات ليد تو ذا ديفلوبمنت اوف بروتين انرجي مال نوتريشن. السبب الرئيسي وراء نقص الامراض الناتجه عن ايه؟ عن نقص البروتينات او البروتين انرجي مانتريشن نتيجه نقص البروتينات في الجسم، اللي هي زي المارازمس والكوشكور. الاذر فاكتورز انكلود لاك اوف اديكويت فود او قله الطعام، يعني الناس عندها اكل بس بتاكل ما عندهاش المصدر الكافي انها تاخد كميات بروتين كافيه، ما عندهاش الدخل الكافي انها تجيب كميات بروتين كافيه، فبتلجأ مثلا الكربوهيدرات. ان اديكويت نوليدج اوف تشايلد كير براكتس، النقص المعلومات او الاميه عند الامهات، الام ما عرفاش التغذيه المناسبه بالنسبه لطفلها، فبتديله بطاطس، بتديله حاجات فيها سكريات كتير، الكلام ما بتركزش على انها تديله الكميه الكافيه من البروتينات، اللي هي عدم كفايه المعرفه بالعادات الصحيه الغذائيه الصحيه السليمه. ايكونوميك اند بارنتال ريتريسي، الاميه الاقتصاديه. يعني ايه الاميه الاقتصاديه؟ يعني الناس دخلهم قليل فمش قادرين يكفوا ولادهم من كميه البروتين، فبيديله اي اكل يشبعه، عيش غيره الكلام ده كله، فهنا بنلاقي حصل فيه نقص في كميه البروتينات. البروتين ديفيشنسي بيؤدي لايه؟ ليد تو، يؤدي لويك ماسل تون. احنا عارفين العضلات بتكون بروتين، فلما يحصل نقص في البروتين هيبقى فيه ويك في الماسل، ضعف في العضلات بتاعت الجسم، في اوديما، في انتفاخات او تورم، which swelling due to fluid retention، نتيجة تخزين السوائل في الجسم. الهايبوبلينيميا، الكوزيس اوديما، كواشكور، هايبوبلينيميا وبيوديني للكواشكور، مرض الكواشكور نتيجة نقص البروتين. thin and bright hair، الشعر بيبقى هش وخفيف وبتأثر، skin lesion، تقرحات في الجلد. ان ادلت لوس اوف ماسل ماس، كتله العضليه في الكبار اللي بيبقى عندهم كتله عضليه بتلاقيها بتقل، بيبقى لوس اوف ماسل ماس، كتلتها بتقل. ان تشيلدرن بيبقى فيه ستانتن جروس، تاخر في الطول بتاعه، بيبقى قزم، ستانتن جروس،
تقزم، presence of growth retardation تأخر في النمو عموما، بيبقى في انيميا نتيجة ايه؟ لو هيموجلوبين، احنا قلنا هو مسؤول عن نقل الهيموجلوبين، فمفيش نقل الهيموجلوبين هنا فهيحصل ايه؟ انيميا. مال فانكشن اوف فيريس اورجان ديو تو هرمون انزايم ديفيشنسي، نقص البروتين بيؤدي الى نقص الانزيم اللي في الجسم، فبيحصل عندي هنا ايه؟ مال فانكشن او عدم تأديت، خلل في وظائف الجسم، او يحصل خلل في وظائف الجسم نتيجة ايه؟ نقص الهرمونات والانزيمات المسؤول عن تصنيع البروتين. susceptible to disease due to lack of antibody، مفيش، قلنا قبل كده قلنا في الفانكشن بتاعته مسؤول عن انتاج الانتيبودي، مفيش انتيبودي فهينتج، ابقى عرضة لان انا ايه؟ اخد العدوى من اي مصدر، حتى لو هي ايه؟ لو مش قريب مني، اي مصدر عدوى ممكن اخد منه، ما عنديش مقاومة. in severe cases protein caloric deficiency disease، في الحالات السيفير او الحالات الشديدة بينتج عندي البروتين انرجي مال نوتريشن او الكالوريك ديفيشنسي ساتش از ايه؟ الكواشيكور والمرازمس، وده ايه؟ مي اوكير بارتيكولي ان تشيلدرن، بيحدث في الاطفال. امبيرمنت اوف ذا اميون سيستم، ضعف الجهاز المناعة عندي نتيجة نقص البروتين برضو. الاوفر كونسامبشن اوف بروتين او زيادة الافراط في تناوله بيؤدي لايه؟ كمية البروتين عالية very stressful to the body، بتبقى ايه؟ مرهقة للجسم. the over taxes the kidney and the liver، ومرهقة اكتر لمين؟ للليفر والكدني، لان ايه؟ بيحصل هنا هضم وتكسير وامتصاص، والمخلفات لازم تخرج عن طريق الكدني. the kidney must ride the body of the nitrogen containing waste products produced when excess protein is catabolized، لما يحصل catabolized او كاتابولايزيشن للبروتين بينتج عندي كميه نيتروجين عاليه. كميه النيتروجين دي المفروض الكدني تتخلص منها، فهنا بيبقى استريسفول عليها. ذيس سترين اون ذا كدني ات كونتينيود، لو استمر مي ليد تو كدني فيلير، ممكن يؤدي للفشل الكلوي عندي. تو اليمينيت ذا ويست برودكتس اوف ذا بروتين ميتابوليزم، الكدني مي اكسكريت، بالتالي عشان تطلع عندها النيتروجين لازم تطلع كميات ميه كبيره عشان تطلع النيتروجين ده عن طريق اليورين، which may result in dehydration، بينتج عندي تاني كميه، تسحب كميه كبيره، كميه كبيره من الجسم من الفلويد عشان تطلع كميه الويست او البقايا بتاعه الهضم بتاع او التكسير بتاع البروتين، فبينتج عندي هنا قلنا نيتروجين. هيطلع ازاي؟ هتزود كميه الفلويد عشان تطلع كميه النيتروجين، فبتسحب الفلويد هنا من الجسم، بيتسحب الفلويد من الجسم فبيؤدي الى الديهايدريشن، او ينتج عندي الديهايدريشن او الجفاف. العنصر الثالث من عناصر الماكرونترينت اللي هو الفات او الليبيد. عبارة عن ايه الفاتس او الليبيد؟ عبارة عن جروب اوف اورجانيك كومباوند ذات ار انسوليابل ان ووتر بات سوليابل ان اورجانيك سولفنت، عبارة عن مجموعة من المركبات العضوية ما لا تذوب في الماء، لكن تذوب فين بقى؟ تذوب في الدهون، تذوب في الدهون او الاحماض الدهنية او المذيبات العضوية، يا الدهون مذيبات عضوية او احماض دهنية. الليبيدز ار فات او اويل، سواء بنسميها كده يا هي دهون او زيوت، الاثنين تعتبر ليبيدز او فات. الفات ار انذر امبورتنت سورس اوف انرجي فور ذا بودي، عباره مصدر ثاني او اساسي للانرجي او الطاقه للجسم. الليبيد ار كومبوزد مينلي اوف كربون، بيتكون من كربون وهيدروجين واكسجين. however they contain proportionally much less oxygen and water than the carbohydrate، كمية الأكسجين في أقل من إيه؟ من كمية الأكسجين اللي موجودة في الكربوهيدرات. الفانكشن أو الوظائف بتاعة الفات are the form of stored energy in animal، عبارة عن مخزن أو شكل من أشكال الطاقة أو
يعني صورة من صور الطاقة في ايه تخزين الطاقة في الجسم، عبارة عن صورة من صور تخزين الطاقة في الجسم او شكل من اشكال الطاقة المخزنة في الجسم، جسم الحيوان سواء انسان او انيمال. have high energy value 9 كالوريز لكل جرام فور فات، بيديني 9 سعرات، الجرام منه بيديني 9 سعرات حرارية، يعني اكتر من ضعف البروتين ومن ضعف الكربوهيدرات. act as a carrier for fat soluble vitamin، يعمل كناقلات فيتامينات تذوب في الماء، يعمل كناقل للفيتامينات اللي بتذوب في الميه، يبقى هو اللي بينقلها. يعني لما اخد نوع من انواع الفيتامينز اللي هي بتذوب في الماء لازم يكون عندي مصدر بروتين عشان يعمل على نقلها لباقي اعضاء الجسم. are palatable giving good taste and statistic، اللي هو بيديني الطعم او الاستساغة او بيحلي طعم الاكل معايا، بيديني طعم للاكل اللي انا باكله. service as an insulator preventing heat loss of the body، بيعمل كايه كمنع فقد، يعني كمانع او عازل لفقد الطاقة او الحرارة من الجسم. يعني كل ما يكون الجسم فات كل ما كمية الحرارة اللي بتفقد منه بتبقى قليلة، يبقى هنا بيعمل لي كعازل يمنع فقد الحرارة من الجسم. lubricant the gastro intestinal tract، بيعمل لي على تشحيم الجهاز الهضمي. بيعمل ايه؟ protect the delicate organs such as kidney, eyes, heart and the like، بيعمل على حماية الأعضاء الحساسة في الجسم زي الكلى والعينين والقلب والأجزاء المشابهة ليها كلها. نتيجة إيه؟ نتيجة تغليفها بكمية من الفات اللي بتحميها. maintaining healthy skin and promoting normal growth in children، بيحمي الجلد، يعمل على حماية الجلد أو يحافظ على البشرة بتاعتي ويخليها صحية. ناحية تانية بيعمل على إيه؟ تعزيز أو تحسين النمو في الأطفال. essential fatty acids is component of cell membrane، essential fatty acids اللي هي من مكونات الفات بتعمل ايه؟ بتكون جزء مكون من الممبرين، الاغشية المقاطية اللي في الجسم، اللي هي بتعمل على كمان يعمل على regulation of blood pressure. الفات بيعمل على تنظيم regulate blood pressure وبيعمل على تنظيم او تقليل او تنظيم التجلط البلاد كلوتينج. الفيش اويلز او زيت السمك بلاي رول ان بريفنتنج ا فيريتي اوف هيلث بروبلم، زي ايه؟ الهارت ديزيز، الميكولار ديجنريشن، الكانسر، الزهايمر ديزيز. يعني عندي الاحماض اللي هو الزيوت اللي هي بناخدها من الاسماك او تناولنا الاسماك الغنيه بالدهون، بيعمل عندي على الوقايه من مشاكل صحيه كتيره بما فيها امراض القلب، الضمور البقعي او الضمور، بعض ضمور العضلات، الكانسر، الزهايمر والزهايمر ديزيز. الهلب منتين بودي تمبريتشر، بيساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم. الكوليسترول از اسينشال از ذا كومبوننت اوف ميمبرين، يعني الكوليسترول بكميته المتعادلة مهم للممبرين او الاغشية المغطية اللي في الجسم، مهم تاني لايه؟ للنيرفس تيشو، الانسجة العصبية. اند سينيسز اوف ستورد هرمون اند بيل اسيد، بيساعد عندي على تصنيع الاسترويد هرمون والبيل اسيد، هرمونات الاسترويد، يعني مهم للايض عشان بيصنع لي هرمونات الاسترويد، ومهم للبيل اسيد اللي هي العصاره الصفراويه.
زي ما احنا قلنا هو مهم للاسترويد، يبقى هنا مهمة الدهون دي كمان ايه، كمنظم للأيض او لايه للميتابوليزم او لايه للامتصاص. الفات ار امبورتنت از اسيلير ميتابوليك، الاسترويد هرمون والبروستاجلاندين هرمون، الهرمونين دول المسؤولين عن مسموع عنهم او المساعدة عليهم اللي هو البروستاجلاندين والاسترويد، لان احنا قلنا بيلعب دور هام في الهرمونات والانزيمات. الفاتس از ذا مين انرجي ستور ان ذا بودي اند ذا موست كونسنتريتد سورس اوف انرجي، عبارة عن مصدر رئيسي من مصادر الطاقة في الجسم، وايه تاني، مخزن للطاقة في الجسم، لان كمان عندي ايه مصدر اساسي، لان كل جرام منه بيديني 9 جرام 9 كالوريز، كل جرام بيديني 9 كالوريز من السعرات او 9 سعرات حرارية. السورس اوف فات او مصادر الدهون، الانيمال من مصادر النباتية، عندي البتر اللي هي الزبدة، الفاتي ميت اللحوم المشحمة او اللي فيها دهن، الايج يوك صفار البيض، السي فود الاسماك البحرية او منتجات الاسماك البحرية اند تشيكن، تشيز، ميلك، شوكليت، جوز، الجوز اللي هو الاوز والفيش. البلانيت سورس، عندي المارجرين السمنة النباتي، الفيجيتابل اويل الزيوت النباتية او الزيوت اللي هي متاخدة من الخضروات، زي عندي كوتون اويل، الصويا بين اويل، البيناتس اويل، الاوليف اويل، والكوكونات اويل، والفرويتس اللي هو الكوكونات اويل اللي هو زيت جوز الهند، وعندي الفواكه. الدياتري ريفرنس او المرجع الغذائي بتاعه، الانتيك بناخد من 20 ل 35 كالوريز، من 20 ل 25 كالوريز من الدهون، بناخدها كات بوينت، يعني المتوسط بيبقى 30% من السعرات الحراريه اللي بناخدها، بيبقى مصدره المفروض يبقى مصدره الفات. كميات الفات اللي احنا المفروض نتناولها يوميا، عند الاولد ايج بيبقى 20 جرام، التشيلدرن اقل من 20، الاولد ايج اقل من 20، التشيلدرن 20 جرام، الادلت اند ادوليسنس 25، احنا قلنا دول بيبقى عندهم اكتيفيتي كتير وفي جروس، البريجنانسي بتبقى 30، اللاكتيتنج مذر بتبقى 35 جرام يوميا. الستورج وفات او التخزين بتاعه، ستورد ان ذا ديبوزيت تيشو، بيخزن في الاسجه الدهنيه، النورمال هيومن بينج اديبوزيت تيشو كونستيتيوت في الانسان البشري او للناس الطبيعيين، الديبوزيت تيشو او الانسجه الدهنيه بتكون لي من 10 ل 15% اوف بودي ويت، من وزن الجسم، بتكون من 10 ل 15% من وزن الجسم اللي هو بيبقى ديبوزيت تيشو. الاوفر كونسامبشن او الاستهلاك الزايد من الفات بيسبب ايه؟ تايب 2 دايابيتس، النوع الثاني من داء السكري، ديو تو انلارجد اوف فات سيل، نتيجه كبر او تضخم الخلايا الدهنيه، which have less bending capacity with insulin، عندها عدم المقدره، بيخليها غير قادره انها ترتبط بالانسولين، and poor response to insulin، وعدم استجابه او استجابتها ضعيفه للانسولين. الجول بلادر ستونز، الحصوات المراره، due to increase in the cholesterol content of bile، نتيجه ترسب الكوليسترول في ايه في البل. اوفرويت السمنه او زياده الوزن، الاوبيزيتي السمنه المفرطه، كورونري هارت ديزيز الامراض التاجيه للقلب، الكانسر، الهاي كوليسترول. ديفيشنسي او نقص الدهون او نقص اخذ كميات دهون كافيه، بيبقى فيه دراي سكيلي سكين، الجلد بتاعنا بيبقى دراي جاف وبيبقى بيتقشر، دايما في قشره او خشونه عليه من فوق. هير لوس فقد او سقوط للهير او الشعر، لو بودي ويت النحافه، كولد انتورنس
عدم تحمل البرودة أو البرد، بروزنج اللي هي بيبقى ايه زي نتوءات في الجلد أو تشققات أو تقرحات، بورجروس تأخر في النمو، lower resistant infection قلة المناعة أو ضعف المناعة أو مقاومة أقل للعدوى، بور ووند هيلينج ضعف التئام الجروح. وكده محاضرتنا انتهت النهاردة، وشكرا، السلام عليكم.